السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين أعزاء، مرحبا بكم في قناة نيرة قريشي في الفلوق رقم 7 في مدينة قماكة. أول مكان راح نمر هنا يسمونه البي واك. وكالعادة التور قايد حقنا سان فرانسيسكو إيان اليوم راح ياخذني على مدينة قماكة ويعرفني. بالفلبين في عندهم رياضة مشهورة في قماكة كتناون أي مكان في الفلبين، اللي هو الكاك فايت. ايش هو الكاك فايت؟ مضاربة الديك. في مكان بروح هنا اعجبني، ما ادري وش بشوفه. على قولة إيان يقول old house يعني بيت قديم. شوف المكان هذا قديم جدا، بني عام 1981، والكلام هذا المكتوب اللي تحت هذا مكتوب بالتقارب ماني فاهم عليه. كوتان سان ديغو فوالا ديغو قماكة كيسون. قماكة كيسون وهذه جامعة قماكة. والله هذه كالعادة الجبني، سيارات الجبني القديمة الأنيقة اللطيفة. قاعد أتمشى بالصدفة داخل مدينة قماكة فلقيت زي النادي للرقص، بوريكم بعض اللقطات الجميلة منها. اتمشى داخل مدينة قماكة ولقيت ستريت فود، hello sir how are you? I'm fine. You know English? I know. Conti? So can you explain to me Anu? Come. This one, sir. Anong pangalan? Chicken balls. Chicken balls. And this one? Isaw. 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 And this one? Fried... Lugo. Lugo? Blood chicken. Blood chicken عندهم هني معتقد انهم يشون اللحم ويحطوا معه دم الدجاج. يسمونه blood chicken. طلبت اثنين اتلوك. كيف تقول تطلب الاتلوك بالفلبيني؟ تقول الدلون اتلوك. بيطبخ الرجال الحين الكويل ايج. بيطبخ الرجال الكويل ايج ونشوف كيف يطبخها ويزينها. الطريقة المعروفة إذا أكلت من أكل الشوارع تقول بسم الله.
اقول بسم الله. الله يستر. منير ابروفز. مريت دخلت محل يبيع تلفزيونات و وغسلات وثلاجات وكل شيء. مرت محل عشان اشوف فيه اغراض وكذا، وفجأة سبحان الله نزل علينا مطر. شوف ما شاء الله،